صباح الخير. خير وصحة وسلامة ومن العايدين والفايزين. اليوم أول أيام عيد الأضحى، بس للأسف ما صادف ويكند، فبصور الفيديو وبروح الدوام، بس على الأقل للحين الدوام من البيت علشان الفيروس. مرة شكرا على كل الاقتراحات وعلى كل الأسئلة من الفيديو اللي فات، وبحاول أجاوب على بعضها اليوم. السؤال الأول، عرفينا عن نفسك. اسمي زينب من السعودية، عشت طول حياتي في السعودية لحد بعد الجامعة، ونقلت لكوريا قبل 6 سنوات. درست اللغة ودرست ماجستير، والحين موظفة في شركة IT. إيش تخصصك؟ تخصصي Software Security. ليش نقلت لكوريا؟ نقلت لكوريا علشان أكون قريبة من أهلي في كوريا، مو في سنة ثاني. هواياتك؟ أحب الطبخ، الزراعة، بيكينج، وأقرأ كتب عن تطوير الذات، وإذا صار عندي وقت أحب أسافر في كوريا. والأسبوع الجاي إن شاء الله أول إجازة لي في هذه السنة، وبروح للبحر لمدة 4 أيام، وبحاول قد ما أقدر إني أصور لكم فلوج هناك. هل واجهتي صعوبات في كوريا؟ صراحة ما عندي جواب محدد لهذا السؤال، لأني أحس إن الثقافة الكورية والثقافة السعودية فيها أشياء متشابهة مرة كثير. فمو بس أنا، أي أجنبي يجي لكوريا مجرد ما إنه يتقن اللغة الكورية، أو حتى مو شرط يتقنها، لو يعرف البيسكس ما رح تواجهون مشاكل كبيرة في كوريا. اللغة ممكن يكون أصعب شيء. لما الكوريين يشوفونك يحسبونك كورية أو أجنبية أو عربية، سوري، الأغلب يحسبني كورية. في بعضهم يعرفون اني مكس، يقدرون يخمنوني اني مكس على طول، بس الاغلب يحسبوني كورية. ايش الاماكن المفضلة في كوريا؟ طبيعة اكثر شيء، البحر، الجبال، احب اروح كامبينج، تخييم. السؤال اللي بعده، هل وحشتك السعودية وإيش أكثر شيء وحشك؟ أكيد وحشتني، وحشني بيتنا، أهلي، السلو لايف، الأكل. في كوريا كل مرة أطلب منها من مطعم لازم أتأكد مرة ثانية، حتى لو كاتبين المقادير لازم أتأكد مرة ثانية إذا كان فيها بورك أو كحول، لأن كثير من الوجبات الكورية فيها بورك أو تكون مطبوخة بمرق البورك، فلازم أتأكد. مرة مشتهية أني أطلب كل اللي بخاطر بالمنيو من دون ما أحاتي إذا في بورك أو لا. بس مطاعم الحلال مرة قاعدة تكثر هذه الأيام. هل الدرامات الكورية تمثل الواقع؟ أنا الصراحة أحس إيه تمثل الواقع، بس مبالغ فيها شوي، مش شوي، واجد صراحة، بس تمثل واقع. آخر سؤال، إيش فرقتك المفضلة؟ من كم سنة لما كنت في السعودية كنت مرة مهووسة بالفرق، وكنت أسمع الأغاني وأتابع الأخبار، وكانوا أهلي من كوريا يرسلوا لي ألبومات والبوسترز كنت أعلقها عندي بالغرفة. فأول ما جيت لكوريا قلت إن لازم أحضر حفلات كل الفرق اللي أنا أحبها، وبالفعل حضرتها، وكنت أشتري الميرتش والستيك لايت. بس للأسف من كم شهر، لأن أحسها فترة وعدت، فمن كم شهر وأنا أرتب في البيت رميت كل هذه الأشياء. لو إني داري إني بسوي يوتيوب كان ما رميتها، بس في شيء واحد ما رميته، خليني أوريكم إياه. هذا الشيء الوحيد اللي باقي ما رميته، رحت للفانساين ووقع لي من داخل جينا اسمي بالكوري، وشوف ايش كاتبين: سي يو ان سعودي أرابيا.
فيا.